تمام. الجزء الثاني من الكورس عباره عن بروبلمز، تمام كده. بتعامل مع الحاله كانها مشكله مش مرض بس، لان ممكن الحاله تجي لك عندها مشكله في البيهيفير، عندها فيروس، عندها مشكله في التغذيه، فبتعامل معاها انها مشكله مش مرض، مش حاله واحده بس، تمام. فالجزء الثاني من الكورس عباره عن بروبلمز، من حيث النيوتريشنال بروبلمز، مشاكل التغذيه، المشاكل اللي بتقابلك في البيهيفير، سلوك الطائر، تمام، من حيث اللي هي امراض المعديه، سواء كان فيروس، بكتيريا، بارازايت. ده كده اوفر فيو عن الكورس، تمام. نبدا النهارده في اول موضوعنا اللي هو الكلينيكال دايجنوز، التشخيص في العياده، وازاي لو جات لك حاله في العياده هقدر اتعامل معاها ازاي، تمام. هبدا دلوقتي اوريكم بص يا جماعه، تشخيص السيشن كله انا بلخصه في مثلث اسمه دايجنوستيك بيراميد، تمام. مثلث التشخيص، المثلث ده عباره عن ثلاث اضلاع زي ما شايفين كده، تمام. اول حاجه هنتكلم عليها هي تيكينج هيستوري، بعد كده هبدا اتكلم على الديستنت اكزامينشن، بعد كده هتكلم على الفيزيكال اكزامينشن، تمام. نبدا نتكلم الاول على التيكينج هيستوري، تمام. لو حضرت اي كورس في اي مجال، سواء بيت انيمال، بولتري، اي مجال، دايما الدكتور يقول لك كده لازم تكون جود لسنر، تمام. عشان توصل لاكيوريت دايجنوزس وجود دايجنوز لازم تسمع كل كلمه بيقولها الاونر، كل كلمه فعلا هتفيدك انت فيها ايه. لو خدت وقتك في التشخيص وصلت لاخر الحاله صح وعلاج صح، يعني لو انت مثلا اختصرت في التشخيص واللي هو بسرعه بسرعه، انت هتستفاد ايه في الاخر؟ هتبقى حاله غلط والحاله هتسوء، بدل مرض واحد يبقى عندك مرضين، تمام. لا، خد وقتك في التشخيص، تمام. فانا هقول لكم دلوقتي في التيكنج هيستوري هقول لكم ايه الكومن كويشنز اللي انا ممكن اسالها الاونر، وايه فائده كل سؤال، التارجت منه ايه، تمام. وانت حضرتك بقى في العياده كل واحد بيبقى ليه بروجرام معين، سيستم معين بيمشي عليه، تمام. اسئله معينه بيحطها لكل حاله بتقابله ويمشي عليه، تمام. بس انا هقول لكم الكومن كويشنز وانت حضرتك انت وايه انت وطريقتك، تمام. اول سؤال معايا هو سبيش ستايل بيرد، ايه التارجت من السؤال ده؟ بص يا جماعه، ان شاء الله السيشن الجاي هنتكلم على الكومن سبيشيز في مصر، تمام. وكل سبيشيز لما اجي اتكلم عليه هلاقي فيه هيستوري، قصه ثانيه، تمام، من حيث كاركترز بتاعته، من حيث اللايف سبان بتاعته، من حيث البروبلمز، يعني الميديكال امبورتنس بتاعته، يعني الامراض اللي هو سبسبته ليها عن اي بيرد ثاني، تمام، من حيث حاجات كتير قوي، تمام، من حيث الدايت بتاعه، ودي حاجه مهمه قوي، الدايت كل واحد ليه دايت مختلف عن الثاني، تمام. كمثال مثلا عندي مثلا الكوكا تايلز، نوع من انواع البيت بيرد، تمام. كوكا تايلز ده يا جماعه بيقول لك في الدايت بتاعه دايما بيركزوا على الفات، بيبقى دايما في مور فات في الدايت بتاعه، تمام. ذا سيم اماونت احطها في طائر ثاني اسمه بادجي، تمام، هيعمل لي في تصلب شرايين وهيعمل لي اوبستي وسمنه. فالسبيشيز اللي جالي في العياده حضرتك هو بادجس، طب الدايت بتاعه عامل ازاي؟ انا بحط مثلا كذا، يبقى مثلا بيحط دهون كتير، لا حضرتك انت جالك سمنه نتيجه كذا، لا نظبط الدايت. فمن سؤال صغير عرفت ان هو عنده سمنه نتيجه الدايت بتاعه مش مظبوط، تمام؟ فسؤال مفيد. طيب إيه طبعا ده، يعني انت في طبعا السيشن الجايه هتعرف كل سبيشيز ازاي بفرقه عن السبيشيز، تمام. كل سبيشيز بقدر افرقه، يعني السيشن الجاي باذن الله هتعرف مثلا ازاي بميز كل سبيشيز عن الثاني من حيث ايه، يعني اوبزرفيشن بتاعك يعني، تمام، في السيشن الجاي باذن الله هنعرفه. طيب لو طيب بس انا برضو ممكن اسال الاونر بتاعي، تمام، هيقول لي هقول له السبيشيز ده ايه، تمام. بس في دروب هيقابلك، كل سبيشيز يعني مثلا عندي كوكا تايلز مثلا، معظم الدول بقول عليه كوكا تايلز، حلو. اجي مثلا عند استراليا بسميه ويرو، فانت حضرتك كدكتور مطالب انك تعرف اسم البيرد في المنطقه اللي انت فيها والمناطق اللي حواليك، بحيث لو قال لك بيرو يبقى هو الكوكا تايلز، تمام. بلس طبعا انت لو عارف تميز كل سبيشيز عن الثاني زي ما في السيشن الجاي، ده طبعا حاجه كويسه قوي، مش هتحتاج اصلا تسال السؤال ده، تمام كده يا جماعه. ده اول سؤال معايا. طيب ثاني سؤال معايا هو عمر الطائر، تمام. كلنا عارفين ان في امراض تيجي او في امراض بتيجي للاعمار الصغيره مختلفه عن الاعمار الكبيره، بمعنى حضرتك دلوقتي اللي هو حضرتك دلوقتي الطائر عمره 3 شهور، تمام. ما ينفعش افكر ان هو عنده تيومر، تمام. فكل فعلى حسب العمر هقدر ايه احجم نفسي بامراض معينه، مش هروح عنها، تمام. يعني مثلا لو عمر الكبير مثلا افكر في مثلا تيومر، ورم، تمام، افكر في مالنيوتريشن، لان معظم الناس بتجيب الطائر يا جماعه يلا احط له اي حاجه، لا ما دام جبتها دي روح تعامل معاها انها روح، تمام. وباذن الله في التغذيه هعرفكم ايه الاكل المسموح وايه الاكل الممنوع، وحاجات كويسه قوي تعرفوها في التغذيه سيشن لوحدها باذن الله، تمام. طيب اما العمر الصغير هفكر مثلا في ريكتس، وزيح نتيجه نقص كالسيوم مثلا، هفكر مثلا في فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن، لان الاعمار الصغيره طبعا يا جماعه كلنا عارفين المناعه لسه يعني مش ديفلوبمنت كويس قوي فيها، تمام، فبالتالي هيبقى عرضه لاي امر، عرضه لامراض كتير قوي، تمام كده. طيب ده بالنسبه لعمر الطائر. طيب السؤال الثالث، ايه السكس بتاع البيرد ده، هو ميل ولا فيميل؟
هيفيدني في ايه؟ طبعا هيفيدك في طبعا امراض بتيجي للفيميل غير امراض الميل. بلس كمان انت لو قالك ان هو اصلا فيميل لازم هتساله سؤال تاني مهم، ايه هو؟ قول لي الهيستوري بتاع الاجلينج. الاجلينج ده اخر بيضه اتبضت امتى؟ طب البيضه دي خصائصها ايه؟ طب مثلا البيضه دي هل خدت وقت مثلا على ما تنزل؟ ان في مشكله هتكلم معانا في الاخر، في حاجه اسمها الايج بايندنج. الايج بايندنج معناها ايه؟ نتيجه مشكله مثلا ان عمرها كبير في السن او لسه صغيره ما ينفعش البيض دلوقتي، لان طبعا البيض من عمر 8 سنين حتى فوق ال 10 معلش يا جماعة، هو في مشكلة باينة عند الدكتورة سلمى في النت، حصلت عذرا يعني. عذرا يا جماعة، معلش والله الدكتورة سلمى حصل عندها مشكلة في النت وتدخل حالا يعني، فعذرا يعني. أسأل شوية بس مشكلة في النت، نكمل بقى. نكمل بقى يا جماعه، اللي واقفين اللي هو عند سؤال السكس بيرد، السكس بتاع البيرد ده ايه؟ تمام، فقلت لكم لو هو عرفت ان هو في ميل تمام، فيبقى في عندي هتزود في السؤال حاجه مهمه اللي هو ايه؟ اللي هو تاريخ الايج لينج بتاعها، يعني اخر بيضه اتبضت امتى؟ تمام، إيه البيضه دي عامله ازاي؟ مثلا تكون اكشلس مثلا ناقص كالسيوم، إيه البيضه دي خدت وقت على ما تتباض ولا باضت بسرعه؟ لان في مشكله هكلمكم عنها اللي هي ايج بايندنج، انها عندها مشكله في انها تعمل لين، لان مثلا لسه ما وصلتش السن بتاعها بتاع اللينك. تمام، مشاكل كتير هنتكلم عنها في الاخر. تمام، ففي هيستوري خاصه بالفيميل لوحدها، فلازم احدد هل هو ميل ولا فيميل. تمام، طب دلوقتي بقى حضرتك الاونر مش عارف السبيشيز بتاعه ده ايه، بس اكيد يعني هيبقى عارف، بس حضرتك لو ناسي او مش عارف تمام، فاضطر حضرتك انك ايه تدخل في الموضوع ده، مش هتسكت. تمام، ففي بعض البيردز بقدر احدد السكس بتاعها من خلال الاوبسرفيشن بتاعي. تمام، في بعض البيردز بضطر اعمل حاجه معينه اقول لكم عليها في الاخر. تمام، طيب البيردز اللي انا بقدر من خلال الاوبسرفيشن ان انا اعمل لها سكسنج، هي اول بيرد معانا هو الالكتوس بيرد، زي ما شايفين اللي فوق ده الميل واللي تحت الفيميل من خلال الكلر بتاعه، لون الجسم ولون المنقار بتاعه. تمام، لون الجسم في الميل بلاقيه برايت جرين، تمام، والمنقار بتاعه لونه يلو، حلو، لكن الفيميل بلاقيه لون البربلش كده او الريد اللي هو الغامق ده، والمنقار بتاعه يكون بلاك. فانا من خلال اللي هو الاوبسرفيشن بتاعي عرفت ان هو حد ميل ولا فيميل. ابدا بقى في الايه، في التشخيص بتاعك. تمام، طيب في بيرد تاني
وليكن البادجتس. تمام، البادجتس دي يا جماعه بيتميز حاجه مهمه جدا اسمها السير، دي مش موجوده في كل البيردز بس موجوده في معظم البيردز وبالاخص البادجي. تمام، من خلالها بقدر اعمل 6 ديفرنشيشن. تمام، بتكون لونها في حاله الميل زي ما شايفين اللي انا معلمه عليها دي، بتكون في الميل لونها اللي هو البلو. تمام، في الفيميل بتبقى دارك شويه. تمام، داخله على لون البراون. حلو. طيب عندي بعد كده بيرد تاني برضو اقدر اعمل من خلال الاوبسرفيشن هو الكوكوتايلز. انا على نفسي بميزه دايما بحس ان هو عنده وشمه كده. تمام، الكوكوتايلز ده يا جماعه ما اقدرش اعمل 6 ديفرنشيشن الا بعد فيرست مولت. طب ايه الفيرست مولت ده؟ مولتنج يا جماعه دي سمعتوها كتير في البيهيفير ان هي خاصيه في كل الطيور. تمام، سواء كان بيرد عادي او بيت بيرد. تمام، بيعمل كل سنه حاجه اسمها مولتنج اللي هو بيقول عليها دي فيزرنج، ان هو بيعمل دامج للفيزر بتاعه. تمام، ويكون وبالتالي يحصل رينيوينج للفيزر ويطلع فيزر جديد. تمام، فانا ما اقدرش احدد ال 6 ديفرنشيشن او ما اقدرش اعمل 6 ديترمينيشن في الكوكوتايلز الا بعد الفيرست مولت. تمام، لان انا بقدر احدد من خلال اللي هو الايه الفيزر بتاعه. حلو. طيب عندي مثلا في الفيميل بلاقي في حاجه اسمها ترانسفيرس بارز خطوط بالعرض كده، بشوفها اعرف انها فيميل على طول. تمام، لكن في حاله اللي هو الميل مش موجوده. تمام، ممكن برضو احدد من خلال الوشمه اللي بقول لكم عليها دي، بتكون لونها اللي هو لون برايت شويه في اللمعه كده في حاله الميل، وبتكون غامقه في حاله الفيميل. حلو كده، ده من خلال برضو الاوبزرفيشن. طيب حلو، الكناري. قال الكناري يا جماعه صعب قوي انك تعمل 6 ديفرنشيشن، ولكن لو يعني حكم الامر يعني وانت عايز تعرف، فانت ممكن تميز من خلال الفنت بتاعه او البطن بتاعه الابدومن بتاعه، فتلاقيه شويه بروتروت شويه في الميل عن الفيميل، اعرف ان ده فيميل وده فيميل. تمام كده. طيب تمام، في برضو حاجه اسمها رينج، نوع انواع البارتس الببغاء بنقول عليه رينج نيكد بارت، عنده حلقه كده رينج حوالين رقبته. الحلقه دي يا جماعه بتكون موجوده في الميل مش موجوده في الفيميل. الحلقه دي بتبدا تتكون عنده عند سن سنه ونص وتوصل للكومبليت ديفلوبمنت بتاعها عند سن 3 سنين. حلو كده، يبقى بتبدا تتكون عند سن سنه ونص. تمام، وبعد كده توصل للفول ديفلوبمنت بتاعها والكومبليت بتاعها عند سن 3 سنين. تمام، الحلقه دي موجوده او الرينج دي موجوده في الميل مش موجوده في الفيميل، وبالتالي اقدر احدد برده السكس فيه. طيب حضرتك دلوقتي جالي البيرد، لا الاونر بتاعي عارف هو ميل ولا فيميل، ولا انا عارفه حد بالاوبزرفيشن، هسكت؟ لا، في طريقه عمليه بنعملها ان انا بجيب البيرد يا جماعه زي ما شايفين في الصوره واحطه على ظهره على ايد ظهره كده يكون على ايدي. تمام، واشوف المسافه بتوين التو بيلفيك بون عظام الحوض. كنا عارفين ان الماملز او البيردز يا جماعه بيبقى عظام الحوض بتاعها واسعه شويه بحيث انها لو هتولد او تبيض او كده. تمام، فبلاقي المسافه بتوين التو بيلفيك بون بلاقيها واسعه شويه في حاله الفيميل عن الميل. تمام، دي الطريقه اللي هي الطريقه البراكتيكال اللي بنعملها. حلو كده. طيب طبعا غير طبعا طريقه الدي ان ايه، ناخد عينه ومش عارفه ايه، بس طبعا يعني ما اعتقدش ان احنا ناخد عينه عشان من بيرد عشان نعمل له تحليل دي ان ايه يعني. تمام، ولكن لو عندك الامكانيات في العياده خلاص اوكي. حلو كده، ده بالنسبه للسكسنج. طيب حضرتك برضو الطاق او الاونر بتاعي مش عارف برضو الايش بتاعه قد ايه، ناسي وجابه من امتى والكلام ده، فحضرتك برضو ممكن من خلال الاوبزرفيشن اقدر احدد العمر. تمام، زي ما شايفين في الصوره كده بلاقي في العمر اللي هو الصغير الفيزر بتاعه سموث ناعم. تمام، لكن بيقرف شويه في حاله الايه الميل. تمام، ابص مثلا على النيلز بتاعته، النيلز بلاقيها سك ايه سك قوي في حاله الايه الميل عن الفيميل. إيه على سوري ربي، في الـ في السك في العمر الكبير عن العمر الصغير. تمام، ممكن برضو من حيث الالوان بتكون اللي هو برايت شويه في الصغيرين، تبدا ايه تبقى دول شويه غامقه كده في حاله الايه في حاله السن الكبير. تمام كده. طيب ده بالنسبه للايجنج كده، خلصنا اول ثلاث اسئله واول اهم ثلاث اسئله اصلا بنسالها. تمام، ايه برضو الاسئله اللي انا ممكن اسالها للاونر بتاعي؟ تمام، ايه هتساله؟ هل هو الطائر ده عندي حضرتك بتربيه لوحده ولا بتربيه مع حد تاني؟ ولو بتربيه مع حد تاني، هل الطائر ده اللي بتربيه معاه بيظهر على نفس الاعراض دي ولا لا؟ لان معظم المشاكل يا جماعه بتيجي مثلا من ان ربي اتنين مع بعض، يا اما مشاكل يجي لك مشاكل بيهيفير بروبلمز. تمام، مشاكل في البيهيفير هناخدها بعد كده، يا اما فيرال انفكشن. تمام، بيبقى فيروس وعدوى وحاجات ثانيه كتير. تمام، ده جاي على ده واكل ده والكلام ده والفيز بتاع ده جاي على الاكل التاني وهكذا، فدي انا بفكر في مشاكل تانية زي الانفكشن او البيهيفير بروبلمز. تمام، فاسال السؤال ده. طيب هل القفص بتاعه حضرتك بتحطه في ركن في الاوضه بعيد عن اي دوشه او بعيد عن اي اكتيفيتي، ولا بتحطه في نص البيت اللي هو فيه اكتيف حضرتك جاي رايح عليه؟ لان معظم يا جماعه لما اجي اتكلم عن مشاكل البيهيفير هقول لك انها معظمها اصلا بتبقى نتيجه الملل، ملان، عنده اكتئاب. تمام، فنتيجه حضرتك انت راكنه في الاوضه، طب انت جايبه ليه اصلا؟ تمام، فلا انت دايما حطه في وسط، خليه وسط حاجات اكتف كده، خليه ايه، خليه اكتف معاك. تمام، لانهم بيحبوا البيرد مش زي البيرد العاديه الزواج العاديه، لا بتحب النشاط. تمام،
بتحب الكلام والكلام ده تمام، فلازم تساله على السؤال ده، يمكن المشكله نتيجه اللي هو البيهيفير عادي، مشكله عاديه خالص تمام. طيب هل هو البرد ده بياخد كفايته من النوم ولا لا؟ طبعا يا جماعه النوم اهم حاجه تمام، عشان مناعتك تشتغل وعشان حاجات كتير قوي، فلازم تنام. انت لو تعبان قبل ما تاخد دواء لازم تنام وتريح نفسك تمام. فالطائر برده يا جماعه ده طائر، ده روح، لازم تنام، لازم تاخد راحتها من النوم. في مسليدنج بتوين الاونرز وبعضها يا جماعه، بيقول لك ايه، لا ده انا هجيب القفص واغطيه بالملايه عشان ينام. لا، هو ليه يا جماعه حوالي 10 12 ساعه، ممكن تزيد او تقل على حسب الطائر، بتبقى بالليل هو بينامهم ويصحى زي الفل بقى، ساعات كل الانشطه بتاعته والايموشن بتاعه كل حاجه زي كل حاجه تمام يعني. فحضرتك لازم تديك فايته منه زيه زيك بالظبط تمام. طيب هل هو البير ده وايلد ولا دوميستيك؟ ايه ده، تفرق؟ اه تفرق. قال لي مثلا هل هو وايلد، وايلد ولا دوميستيك، يعني هل هو حيوان بري ولا ايه، ولا دوميستيك تمام. هتفرق، اه هتفرق. يعني عندي مثلا في الوايلد بيرد بلاقيه دايما عرضه للبارازيتيك انفكشن، سواء جي اي تي في الجهاز الهضمي او هيماتوجينس اللي هو في بلاد في الدم تمام. بس كمان ان انت لو بتربي اتنين مع بعض خصوصا وايلد ودوميستيك بتعملي مشاكل كتير برضو في البيهيفير عامه. اصلا انت بتربي اتنين مع بعض هيعملي مشاكل كتير في البيهيفير يعني تمام، سواء وايلد او دوميستيك او اتنين دوميستيك، يعني هو مشاكل في البيهيفير بتيجي نتيجه انك بتربي اتنين مع بعض تمام. فانت حاول تقلل دي، او كل واحد في كيج لوحده بعيد عن التاني يعني. حلو كده. طيب نكمل في الاسئله تمام. هل انت الطائر ده بتعرضه للشمس؟ طب لو انت بتعرضه للشمس هل بتحميه من القوارض والعدوى والامراض وبتظبط التعقيم بتاعك والكلام ده كله؟ ليه يا جماعه؟ لو طبعا اخذنا في التغذيه، معظمنا اخذنا في التغذيه، ان يجي لك الحاله لو سمحت يا دكتور انا بدي الكالسيوم مظبوط في الاكل وكل حاجه تمام، بس عنده كساح تمام، ليه المشكله دي؟ ما الكالسيوم مظبوط. لا حضرتك يا جماعه، كما كنا عارفين ان عشان يحصل ابسوربشن وامتصاص الكالسيوم في الدم لازم يحصل حاجه اسمها اكتيفيشن للفيتامين دي تمام، والاكتيفيشن ده مش بيتم غير في الشمس، فحضرتك بتاكله تمام وما تعرضوش للشمس زي قلتها تمام. فلازم دايما اعرضه للشمس تمام، ولو هتعرضه للشمس برضو تطلعه بره لازم تحمي الكيج بتاعه بالتغطي كويس، او في ديس انفكشن كنترول والكلام ده كله تمام. فلازم تعرضه للشمس عشان يحصل ابسوربشن للكالسيوم ويحصل اكتيفيشن للفيتامين دي، وبالتالي يحصل ايه، الامتصاص كويس تمام. فلازم الشمس يا جماعه. طيب زي ما اتكلمت برضو الكيج ده فين بالظبط، في الايه، في المنزل، هل هو في نص يعني في بوست اكتيف ولا انت راكنه في الاوضه خلاص تمام. الفيدنج فورمولا تمام، الاكل بتاكله ايه، كل واحد طبعا ليه دايت تمام، وفي اكل برضو مسموم اكل ممنوع زي ما ناخد في التغذيه، فلازم تكون عارف كل الحاجات دي تمام. ممكن تكون مشكله انت زي ما احنا خدنا في الاول قلت لكم مثلا البادجس يا جماعه، لو زودت الفات بنسبه صغيره بس في الاكل هتعملي مشاكل، صلب شرايين وسمنه وحاجات كتير قوي، انا في غنى عنها تمام، فظبط الدايت بتاعه. طيب هل الاكل اللي بتحطه له بياكله كله ولا بيسيب ولا ما بياكلش اصلا؟ ممكن تكون دي نتيجة كده ان هو ايه، في نقص اكل تمام كده، ونقص في الانتاج بتاعه، فلازم اسال السؤال ده. طيب هل الاكل يا جماعه اللي بتاكله حرارته قد ايه؟ بتسيبه بره الثلاجه كتير، ممكن فطريات تكونت عليه وعفن والحاجات دي كلها تمام. الكميه بتاعته والفريكوانسي، ان شاء الله باذن الله في التغذيه هقول لكم الفريكوانسي من اول ما يتولد، من اول ما يفحص يعني لحد ما يوصل فوق الاسبوع تمام، ليه فريكوانسي معينه امشي عليها، وكل طبعا ما كبر في السن كل ما الفريكوانسي بيقل تمام. تمام يعني لسه مولود مش زي اللي عنده اسبوع. حلو كده، ان شاء الله هنتكلم عليه في التقييم في النيوتريشن تمام. الكميه، هل انت بتحط كميه فوق اللازم فبتعمله سنه ولا كميه صغيره تمام. المسود يا جماعه، في كذا طريقه انك تاكل اصلا البرد بتاعك، ولكن الطريقه اللي هي الكويسه والكومن او اللي هي مفيد او مش هتضرك وتضر الطائر بتاعك هي السرنجه. بجيب السرنجه يا جماعه عشان هي بتحدد لي الكميه اللي انا عايزها بالظبط تمام. بجيب السرنجه وايه، واكله بيها تمام، عشان اقدر احدد بالظبط الكميه اللي انا عايزاها، بحيث ان هو ما يحصلوش اي مشاكل او اوبستي سمنه او الى اخره تمام كده. في طرق ثانيه زي الفنجان او السبون المعلقه او كده، بس يفضل يعني انك ايه، بالسرنج تمام كده يا جماعه. طيب ايه برضو الاسئله المهمه اللي ممكن اسالها، هل هو الفود بتاعه فريش ولا لا؟ في بعض الطيور زي مثلا عندي اللي هو الامازون بارد تمام، لازم الاكل فريش فريش تمام. ففي بعض الطيور عادي، لكن في بعض الطيور برضه لازم الاكل بتاعها يكون فريش، فهل هو فريش ولا لا تمام. اللي هو الاطباق بتاعه الاكل بتنضفها تمام، بكتيريا فيروس عدوى الحاجات دي كلها تمام. الفيتامينز والمينرالز في الاكل مظبوطين ولا لا؟ في طبعا ان شاء الله باذن الله هقول لكم سيشن او سيشن التغذيه انواع الحبوب تمام، وكل حبوب مثلا ريتش في ايه تمام، بحيث ان انا اظبط الدايت بتاعه كده تمام كده. فمثلا عنده مثلا يمكن نقص مثلا كالسيوم، يقول لك ساح استيماليشيا تمام، نقص مثلا فيتامين اي، ده مشهور جدا في بعض الطيور تمام، يجي لهم حاجه اسمها انفكتد نيرز، لان طبعا كلنا عارفين ان فيتامين اي داخل في ميوكس ممبرين تمام، من ضمنها ميوكس ممبرين بتاع النوز تمام، بيعمل لي مشاكل في النوسترز بتاعته. حلو كده، فالفيتامينز والمينرالز تمام يا جماعه، زي الكالسيوم وكده.
تمام. فدي كلها لازم اكون مظبطاها في الدايت يعني عندي. تمام. طيب هل هو برضو البيرد جيت اني تريت؟ يعني هل هو حضرتك طبعا برضو معظم مشاكل بيهيفير نتيجه مثلا هو ملان او خايف منك هيعضك، هو خايف هو كديفنس لنفسه مش اكتر ان هو بيعضك. تمام. فده ينتج عنه ايه؟ هيقطع اكل. انا دلوقتي لو انا مثلا مشغوله بحاجه او خايفه او كده مش هاكل، طبيعي في الانتاج بتاعي يقل وتيجي فقد وزنه خلاص. فلا انت حاول تظبط الموضوع، حاول. طبعا معظم المشاكل دي البيهيفير بتيجي لو انت واخده كبير في السن. تمام. فالكبير في السن ده اللي هو خلاص اللي هو متعود على حاجه قديمه، لكن لو صغير في السن تقدر تربيه براحتك. حلو كده. تمام. دي تقريبا الكومن كويشنز اللي انا ممكن اسالها للبيرد بتاعي. تمام. وحضرتك بقى زي ما انا قلت كل واحد ليه بروجرام معين في العياده بيشتغل عليه. طيب هضيف بس حاجه مهمه جدا، هو انك تساله على البريفيوس ميديكال هيستوري، التاريخ الطبي بتاعه. بمعنى حضرتك الاعراض دي جات له قبل كده؟ طب لما جات الاعراض دي حضرتك وديته للدكتور؟ طب لما وديته للدكتور التشخيص بتاعه كان ايه؟ طب لما كتب لك علاج، طب ايه تاثير العلاج عليه؟ هل هو استجاب ولا لا؟ تمام. طيب مثلا وهكذا. تمام. فممكن تكون الحاله كبيره على طول. تمام. فبالتالي من خلال اللي هو الميديكال هيستوري بتاعه اقدر احدد الطوارئ عنده ايه او تفيدني في التشخيص بتاعي. تمام. تمام كده خلصنا اول ضلع من المثلث هو التيكينج هيستوري. انا طولت عليكم فيه، بس يا جماعه زي ما قلت لكم خد وقتك في التشخيص عشان توصل خد وقتك في التشخيص عشان توصل يعني العلاج اللي هو الحاله كويس صح. تمام. والعلاج كويس احسن ما تاخد ايه نص ساعه وتوصل العلاج بايظ، كده هتخسر نفسك والنار مش هيجيلك تاني اصلا. تمام. فلا خد وقتك في التشخيص. تمام. طيب كده خلصنا اول ضلع من المثلث، ندخل على الضلع التاني اللي هو بسميه ديستانت اكزامينشن. كلمه ديستانت معناها ان حضرتك كنت بتسال الاونر، انا قاعده بسال الاونر اهوت يعيني على حاجات تانيه. ديستانت يعني من بعد، وانا قاعده كده على المكتب بتاعي والاونر قدامي معايا الكيش بتاعه والبيرد بتاعه وانا ايه بساله وعماله برده ايه عيني على حاجات تانيه. هم حاجتين مهمين قوي، هو القفص بتاعه والريحه. تمام. هكلمكم على الايديال كيش، القفص المثالي. تمام. اي مشكله في القفص او اي حاجه في القفص غلط تعملي مشكله طبعا وهتتصدموا دلوقتي. تمام. اول حاجه القفص مصنوع من ايه؟ افضل حاجه انك تصنعه من الستانلس. ابعد عن الخشب، ابعد عن الايه عن السلك المتجلف بالخرسين بالذات يعني. تمام. ليه؟ حضرتك دلوقتي انا مثلا انا ملانه وزهقانه، فهو هقوم قرط ضوافري صح؟ هو كده ملان زهقان مكتئب هيقوم عامل ايه؟ تشيوينج القفص بتاعه. لما بيعمل تشيوينج يا جماعه لو كان خشب هيعمل له بلوك للجي اي تي، عسر هضم مش هياكل تاني. تمام. لو مثلا كان متجلفن في مشكله مهمه جدا هي حاجه اسمها هيفي ميتال توكسيستي. تمام. تسمم نتيجه الخرسين اللي كاله ده. تمام. من اعراضها هي ملهاش اعراض سبيسيفيك قوي يا جماعه، ولكن بتبقى معظم اعراض عصبيه. تمام. معظم الاعراض عصبيه. تمام. ولكن مش سبيسيفيك قوي طبعا، لان الاعراض العصبيه يا جماعه يعني لو جيتي مثلا زي فيروس زي نيوكاسل او الانفلونزا او كده بيعملوا اعراض عصبيه. تمام. فمش هينفع اقول ايه لو اعراض عصبيه يبقى مثلا عندها مشكله في ايه في التشيوينج او القفص مثلا متجلفن او كده. ليه؟ لان مش سبيسيفيك. تمام. ولكن لو انت ملاحظ قدامك اعراض عصبيه وملاحظ ان القفص فعلا مصنوع من السلك المتجلفن بالخرسين اعرف ان دي مشكله ايه تسمم على طول. تمام. برضه من اعراض اللي هو التسمم ده بيبقى فيه مثلا مالتي سيستميك اللي هو ممكن تاثر على حاجات ثانيه كتير قوي زي مثلا الجهاز الهضمي يبقى يفقد وزنه مثلا بوليوريا. تمام. حاجات كتير قوي بس مش سبيسيفيك. قلت لك اللي هياكد لك سؤال اللي هو القفص ده مصنوع من ايه او انت هتشوف القفص قدامك. حلو. طيب ده بالنسبه لي مصنوع من ايه. طيب ارضيه القفص دي هفرشها بايه؟ افرشها برمل؟ افرشها نشاره خشب؟ لا ابعد عن الرمل وابعد برضه عن نشاره الخشب، لان الانجشن بتاعها يا جماعه لو انا عملت لو هو عمل انجشن ليها هيعمل حاجه اسمها بلوك للجي اي تي. تمام. بلوك للجي اي تي. تمام. فلا ابعد. طب انا هعمل ايه؟ هقفرش الارضيه بتاعته بايه؟ بورق جرايد. ورق جرايد. تمام. هو رخيص. تمام. ومش توكسيك يعني حتى لو هو كله مش هيعرف يمضغه ومش هيعمل له اي مشكله. تمام. فانت افرش بورق جرايد. حلو كده. طيب نيجي مثلا على البرشس. البرشس بتاعته تمام اللي هو بيقف عليها دي، اولا كده يفضل انها تكون في مكان عالي. تمام. بحيث ان هو اصلا بيحب الاماكن العاليه كتير. حلو. بعد كده مصنوعه من ايه؟ يفضل انها من البلاستيك، واهم حاجه انها ما تكونش ناعمه. تمام. اهم حاجه ما تكونش ناعمه. حلو. ليه؟ اي لو انها كانت ناعمه حضرتك هو بيحاول يقف. تمام. فمش هيعرف على حاجه ناعمه فهيتزحلق، فيحاول يثبت نفسه بقدر الامكان. ستريس على الحيوان. تمام. على البيرد. تمام. فبيعمل لي ضغط على منطقه معينه من الفيل بتاعه، فلما يعمل لي ضغط على الفيت يا جماعه بيعمل لي مشاكل من ضمنها مشهوره جدا، وفي الاخر باذن الله هقول لكم الكومن كيز اللي بتقابلك من ضمنها الحاله دي، بودو درماتايت او بامبل فوت.
بتلاقي هو يحس كوره كده في رجله، نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو حضرتك البيرس ناعم قوي عليه، فبيحاول يقف، بيحاول يمسك نفسه عليها، فبيعمل ضغط على الايه؟ على الفيت بتاعه. تمام، قول عليها بوت ديرماتايتس او بامب الفوت. تمام، هقول لكم على اوريكي الصوره عليها دي في الاخر يعني. تمام، طيب ده بالنسبه للبيرشس. بعد كده هنتكلم على القفص. طبعا لازم يكون واسع بحيث ان هو لو هو قاعد في القفص يقدر برده يميز اي حاجه هو عايزها، بحيث ان هو ما يصابش بالملل والاكتئاب والكلام ده. تمام، إيه طبعا معظم البيت بيرد بتحب الالعاب. تمام، بس خلي بالك ان الالعاب تكون يعني على حجم القفص، على حسب حجم القفص، ما تجيبش كبير قوي وتضيق القفص ومش هيلاقي مكان يتحرك فيه، لا تكون برده متوسطه. ويفضل برده ابعد عن اي حاجه مجلفنه خالص. تمام، ممكن تبقى من الحبال العاديه، الحبال حاجه كويسه يعني مش هتضرها. تمام، حتى لو عملت تيونج ليها. تمام، إيه بالنسبه اللي هو اماكن الاكل والشرب تكون طبعا فوق وبعيد عن الارضيه، بحيث ان هو ما يعملش ديفيكيشن او كده وتيجي على الاكل وباظ الدنيا. طبعا لان عارفين الفيروس او البكتيريا او معظم الحاجات بيحصلها شيدنج مثلا في الفيز او كده، فخليها فوق، وخلي مثلا المايه لوحدها والايه والاكل لوحده. تمام، تمام، ده بالنسبه لي اهم الحاجات في الكيج وان انا اركز عليها، وانا زي ما قلت لكم انت قاعد كده بتبص. تمام، حلو، ندخل بعد كده على الاودر الريحه. وانا قاعده برده ممكن اشم ريحه، قال لي في ريحتين. تمام، ريحه السجاير، هتحس ان في ريحه سجاير كده، اعرف على طول ان الاونر ده يا جماعه، اعرف على طول ان الاونر ده بيشرب سجاير. تمام، وطبعا هو اصلا البيت بيرد بيمتص الريحه دي، بيعمل يعني مشاكل في التنفس وحاجات ايه كتير يعني. تمام، فاعرف على طول ايه ان هو بيشرب سجاير. تمام، ريحه الفيزز بتاعته تكون جايه على ريحته شويه. تمام، في ريحه كده فيدت كريهه قوي. تمام، اعرف على طول مشكله في الجهاز الهضمي، مثلا ممكن تكون انترايتس، التهاب في الامعاء، ممكن تكون مشاكل كتير قوي في الجي اي تي، بتلاقي مثلا القلوقه حصلها برولابس شويه. تمام، في فرق بين ان انا اقول لك برولابس برولابس القلوقه، في حاجه اسمها قلوق انلارجمنت. لما يحصلها برولابس دي حاله من انواع التيومر اصلا، ورم. تمام، بقول عليها بابلومه، بناين تيومر يعني ورم حميد. تمام، ولكن الانلارجمنت دي حاله عاديه جدا في البريدنج، في البريدنج سيزون بتاعه. تمام، موسم تزاوج بيحصل له انلارجمنت، حاجه عاديه يعني. تمام، فانت ما تقلقش من الحته دي، لكن لو برولابس لا تبدا تقلق في الحته دي. تمام كده، طيب بس خلي بالك في طائر اسمه الامازون بارت، هنتكلم عنه ان شاء الله السيشن الجاي. تمام، ده الطائر ريحته، هو ريحته وحشه اصلا يعني، ما تقولش بقى انه عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، لو هو ريحته وحشه فما تقلقش يعني من ريحته. تمام، ده ثاني ضلع من المثلث اسمه الديستنت اكزامينيشن. تمام، طيب ندخل بعد كده على الفيزيكال اكزامينيشن. جمله حلوه قوي يا جماعه بتقول، بس ركزوا فيها يعني، يو ويل مس مور باي نوت لوكينج ذان يو ويل مس باي نوت نو. بمعنى كلمه ايه؟ حضرتك هتخسر كتير قوي لو انت ما فحصتش بايدك اكتر ما هتفقد لو انت مش عارف المعلومه يعني. مع الاخر لازم تفحص كويس قوي. تمام، لان ممكن من الفحص اصلا توصل لمعلومه انت ما تعرفهاش. حلو، طيب ايه الحاجات اللي انا هفحصها واللي هي ممكن تديني اندكشن مره معين او حاله معينه يا جماعه؟ اول حاجه البودي كونديشن. ايه البودي كونديشن ده؟ حضرتك هتجيب الطائر، عندك ميزانه طبعا في العياده بتاعتك. تمام، بتوزنه. تمام، كل سبيشيز بيكون لي رينج معين من الوزن، ما ينفعش يزيد ولا يقل. تمام، لانه لو زاد مثلا يبقى في سنه مثلا، او لو قال يبقى هو مثلا ما بياكلش كويس في ديدان كده. حلو، برضه هكلمكم في الاخر انا بوزن ليه، لان انا ما اجي احدد اكتب الروشته واكتب العلاج لازم احدد الجرعه بالوزن، ما ينفعش احدد الجرعه من غير الوزن بتاعه. تمام، طيب البليدنج نزيف. تمام كده، والطاير قدامك بتلاقي يعني في نزيف كتير من كل حته. تمام، بس البليدنج ده يا جماعه ممكن يكون سببه حاجات كتير قوي، فيروس، بكتيريا، بارازايت، ولكن الكومن كوز او بمعنى اصح الحاجه اللي انا هكتبها له في الدايت بشكل اساسي مهما كان التشخيص، هو نقص الفيتامين كي. كلنا عارفين ان الفيتامين كي طبعا مسؤول عن الكواجيريشن بتاع بلاد، تقلط الدم، فبيقلل السيوله شويه، فبيقلل النزيف حتى لو كان مشكلته مش مشكله دايت ولا حاجه. تمام، فانا بحاول اقول له ايه، بكتب له دايما كده فيتامين كي في الاكل على طول. تمام، طيب النزيف ده يا جماعه زي ايه؟ عندي مثلا في الطائر زي اللي هو الامازون بار برده. تمام، بتلاقي دايما عنده حاجه اسمها فيشيال براسنج، نزيف داخلي نتيجه كده، بتحس ان وشه ايه محمر. تمام، اللي هو تحس ان هو زي اسمها ايه كدمات. تمام، خبطات كده في وشه، ده نتيجه نزيف داخلي ممكن تكون سببها بكتيريا او فيروس او مالنيتريشن، نقص فيتامين كي عادي جدا. تمام، برده في الامازون بارد بيبقى عنده إيه، او اللي هو يربي الكوكا تايلز. تمام، عنده برده دايما بلاد نزل ديستشارج اللي هو من النوز بتاعته. تمام، بينزل دم كتير. تمام، غير طبعا البلادي فيزز او بلادي دايريا، غير طبعا تلاقي نزيف اصلا من الجناح. تمام، ده نتيجته ايه؟ نتيجه مثلا طبعا معظم مشاكل البيفر يا جماعه، بتلاقي الطائر ملان او كده بيعمل حاجه اسمها فيزر بلوكينج،
ان هو يقعد ينتش الريش بتاعه، فنتيجه النتشه دي بتعمل دم، تمام؟ او مثلا هو الريش طول معاك فانت بتحاول تقص فقصته من قريب قوي او من جوه قوي، فعمل ايه؟ فعمل نزيف يعني، تمام؟ طيب ده البليدنج اللي انا ممكن الاحظه، تمام؟ بس ايا كان التشخيص بتاع البليدنج بكتبه على فيتامين كي في الاكل، تمام؟ طيب في حاجه بقى مهمه جدا واهم حاجه اصلا في السيشن ده، هو البلامج الريش، كل حاجه خاصه بالريش بقول عليها بسميها الفيزر هيستوري، تمام؟ في يا جماعه اصلا كتاب لوحده كده اسمه الفيزر ديزيز، اللي هو امراض الفيزر كلها، تمام؟ فلو اتكلمت من هنا للصبح مش هخلص عن الفيزر، تمام؟ معظم الفيروسات والبكتيريا بتاثر لي على الفيزر بشكل واضح جدا، تمام؟ فعشان كده قلت لكم في التشخيص. اول حاجه لون الفيزر، تمام؟ هتقول لي لون الفيزر يا جماعه مثلا لو هو مثلا لقيته غمق شويه عن اللي انت جايبه، اعرف ان على طول وانا مغمضه في مشكله في الليفر، افكر في الليفر على طول، تمام؟ فاضطر اعمل له بالبيشن زي ما هاخد دلوقتي، تمام؟ في فيروس مشهور جدا في البيت بيرد اسمه بستيكيان بيك اند فيزر ديزيز فيروس، تمام؟ الفيروس ده يا جماعه بسميه بيصيب الريش، تمام؟ او معظم اعراضه بتبقى على الريش، يعني بيعمل لي عرض كاركترستيك قوي ليه، ان يجيب الفيزر يجي لي البرد في العياده، ان انا جايبه مثلا لونه اصفر، تمام؟ جاي لي اربع الوان، جرين وايت بلو يلو، تمام؟ برده هوريكم ان شاء الله في الكومنت كيز الصوره لوحده ليه في الاخر يعني، تمام؟ اعرف على طول انا مغمضه البي في اف دي اللي هو الفيروس اسمه تاني بستيكيان بيك اند فيزر ديزيز فيروس، تمام كده؟ تمام. بتلاقي الريش مش مترتب انتايدي، تمام؟ برده فكر في ده. في برضو بكتيريا بسميها بكتيريا الريش، تمام؟ وقول عليها اسمها ايه يا ربي، بكتيريا ايتنج فاير اسمه، سوري، فيزر ايتنج بكتيريا، تمام؟ شغلها كله على الريش، تمام؟ البكتيريا دي بتيجي اكتر الهدهد، تمام؟ بسميها باسيلا سيشي فورمس، تمام كده يا جماعه. البكتيريا دي لما بتصيب الهدهد وظيفتها انها تعمل كونسيوم للايه، للكيراتين بتاع الفيزر، تقعد تغذى على الكيراتين، تمام؟ لكن من رحمه ربنا ان في ديفنس ميكانيزم داخل جسم الهدهد، تمام؟ في حاجه اسمها يوروبايجال جلاند، الغده دي موجوده في الريش بتاعه، تمام كده؟ الغده دي لما بيحصل اصابه بالبكتيريا دي اللي هي باسيلس بتطلع سكريشن، السكريشن ده في نوع من البكتيريا اسمها انتيروكوكات، دي نوع من انواع السيمبيوتيك بكتيريا. كلمه سيمبيوتيك يعني ايه؟ مش شرط يا جماعه البكتيريا اللي جات لي دي انها تعديني بس تضرني بس، لا ده ممكن تفيدني برده، تمام؟ في حاجه اسمها، لو انت خدت بار او معظمنا خدنا في البار، حاجه اسمها السيمبيوزس. كلمه سيم معناها ايه؟ سيم معناها توجذر، تمام؟ بيوزس معناها لايف، تمام؟ فبكتيريا بتستفيد منك وتفيدك، زي البكتيريا اسمها انتيروكوكاي دي في الايه، في الهدهد. البكتيريا دي وظيفتها بتطلع في السكريشن بتاع الغده دي، تمام؟ وقت الاصابه تقوم تطلع حاجه اسمها بكتيريوسين، حاجات كده بتعمل لي انهبيشن الجروز بتاع البكتيريا الايه، لاصابه الهدهد يعني، تمام؟ فهي مش بتقتلها ولكن بتوقف الجروز بتاعها شويه، او ما يحصلهاش جروز، تمام؟ فالبكتيريا دي مشهوره جدا، من اعراضها ان هو بيعمل تلاقي الريش وقع. فلو جالك الريش وقع، تمام؟ فلو جالك الريش متدمر كده او واقع او الى اخره، تمام؟ فانا افكر في البكتيريا او الفيروس. ولكن الكاركترستيك او الفيروس البي بي اف دي قلت لك اربع الوان، يلو وجرين وايت ايه وريد، تمام؟ طيب ايه تاني في الفيزر؟ طبعا زي ما قلت لكم في الاول اللي هو ممكن يكون فيه نزيف نتيجه مثلا وينج اسمها فيزر بلوكينج، او انت بتعمل مثلا كليبنج من شورت قوي او نارو قوي من جوه قوي فعمل نزيف، غير طبعا ممكن الاقي لايسس بارازايت الحاجات دي كلها. طب برضو اللي هيعرفني ان الفيزر ده ديزيز ولا مش ديزيز، الصوره اللي تحت دي شايفينها؟ الصوره دي اللي على التو لاترال فيزر اللي هو على اليمين وعلى الشمال، دول ايه؟ دول فيهم مرض، اللي في النص هي اللي سليمه. بعرف ازاي؟ في حاجه اسمها بقول عليها ستريس لاينز او بارز لاينز، خطوط اللي هو تحس فيه مسافات كده، تمام؟ اعرف ان هو انهيلثي على طول، تمام؟ تمام. بس ده بالنسبه للريش، ودول اهم حاجات ايه في الريش يعني. وفي الاخر هوريه صور على الفيروس اللي انا قلت لكم عليه يعني، تمام؟ طيب بعد كده هبص على الراس بتاعت الايه؟ بتاعت البيت بيرد، الراس بتاعه، هبص على ايه في الراس؟ هبص على الايه؟ الهيد بتاعته ايه؟ على الريش اللي عليه. لو لقيت فيه الفيزر واقع شويه تفكر ايه؟ ان هو في مثلا بكتيريال انفكشن او في فانجل انفكشن، نتيجه كده ان هو بيحاول يعمل ايتشنج وبيحاول يهرش، فحك في الايه؟ في القفص بتاعه، فعمل ايه؟ فالفيزر وقع يعني، تمام؟ الريش اللي حوالين العين برده افكر برده التهاب في العين كونجكتيفيتس، فبالتالي نتيجه كده برده بيعمل حاجه اسمها فيشر رابنج في القفص، فبرده الفيزر وقع من عليه، حلو؟ بعد كده ممكن افكر في حاجات ثانيه بقى، اشوف ايه برده في الهيد البيك بتاعه منقار. اتفضل يا جماعه ان هو يكون مش سيزر قوي، مش عامل زي مش يا ربي شارب قوي، تمام؟ دايما تعملوا دي بيكنج اول باول عشان ما يعورش نفسه، حلو؟
نيجي مثلا على ايه تاني في الفيزا، السير بتاعه. طبعا قلنا السير دي مش موجوده في كل الطيور، في البيرد بيرد موجوده، يعني موجوده في بعض الانواع يعني زي البادرس. طبعا من خلالها بقدر احدد ايه، اعمل سيكشوال ديفرنشيشن. حلو. السير يا جماعه بيجي لك طبعا برضو في حاله وهيبقى مشهور قوي، ان هو بيجي لك فيها سويلنج ورم كده، ده يا اما نتيجه بكتيريا او نتيجه مثلا بارازايت او نتيجه مشكله في التغذيه، في دهون كتير في الاكل، تمام، فعمل ورم. فالحل الوحيد ده انك تظبط الدايت، يعني معظم الاسباب بتاعتها بتبقى الدايت. تمام. نيجي مثلا بعد كده على ايه تاني في الهيد، تقريبا دي اهم حاجه في الهيد يعني. تمام. اجي مثلا على الجسم بتاعه، هعمل حاجه اسمها بالبيشن. تمام. اجي مثلا عند الكروب بتاعته، الكروب طبعا زي ما شايفين في الصوره اهيت عند البيز بتاع النك، وابدا اعمل ايه بالبيشن. لو لقيتها مثلا مليانه اعرف مثلا هو عنده عسر هضمي مش عارف يهضم او كده، لو لقيتها فاضيه مثلا ما بياكلش مش عارفه ايه الكلام ده، فمثلا افكر في الديدان وهكذا. تمام. بعمل بالبيشن للكروب، بعمل بالبيشن برده الاند اوف ذا ستيرنم والايه وعظام الحوض، نهايه الاسترنم كده وعظام الحوض. تمام. واحط ايدي، الطبيعي بتكون ايه، بتكون كونكيف. تمام. لو لقيتها كونفكس يبقى اعرف ان في حاجه اسمها ديستنشن. تمام. الديستنشن ده على حسب هو اللي بره ولا اللي جوه، لو اللي بره تمام افكر مثلا في حاجات كتير قوي. تمام. زي مثلا في مثلا لايبوما، ده نوع من انواع اللي هو التيومر. تمام. افكر مثلا في هيرنيا فتاء، وهوريك برده الصوره اللي في الاخر طالعه لبره قوي. تمام. حتى كده من البطن طالعه لبره، لكن لو اللي جوه ممكن مثلا يكون في بيضه عايزه تتباض لسه. تمام. او فيها خدت ايج بايندنج، لو خدت وقت على ما تطلع. تمام. ممكن مثلا حصل اورجان انلارجمنت، العضو في عضو متضخم مثلا ليفر متضخم او اي حاجه. تمام. فات كتير في الاكل، اسايتس، حاجات كتير قوي لو هو ده لجوه. تمام. فانا من خلال البالبيشن ده اقدر احس برده، واقدر احدد حاجه معينه. حلو. طيب ايه كمان؟ بعمل بالبيشن للارساك. تمام. الارساك يا جماعه ممكن بالسماعات هسمع صوت هواء كتير كده، هتقول لي ما طبيعي ان في هواء. لا ماشي، طبيعي في هواء بس ما بيبقاش بلارج سبيس. تمام. ففكر حاجه اسمها انفيزيما. الانفيزيما دي يا جماعه حاله من حالات الريسبيراتوري، نتيجه ان الارساك بتيجي تعمل بالبيشن تحس انها كور مليانه هواء. تمام. فيعني واضحه قوي في البالبيشن. تمام. فبالتالي اعرف ان في انفيزيما ومشكله في التنفس، او مثلا يكون خبطه خبط مثلا، او في عدوى وهكذا. تمام. فالبالبيشن عند كروب واللي هو اللي بتاعت الابدومن، وعند الاير ساك. برده في برده حاجه ممكن اعملها بالبيشن، بس يعني عايزه حد عنده اكسبيرينس شويه، ان انا اشوف الليفر بتاعه. تمام. لو هو عدى الكودر بوردر بتاع الاسترنوم، تمام، اعرف ان في مشكله في الليفر. تمام. فانا دلوقتي لو تلاحظوا في الكلام قلت لكم حاجتين بدون ان في مشكله في الليفر. تمام. ان الريش بيغمق عما انا كنت جايباه. تمام. تاني حاجه ان الليفر عدى الكودر بوردر بتاع الاسترنوم، اعرف على طول ان في مشكله في الايه، في الليفر. تمام كده. تمام. ندخل بعد كده، ده بالنسبه لايه، للجسم بتاعه البالبيشن يعني. تمام. الاورال اكزام. تمام. بفحص البق. تمام. ممكن الاقي مثلا فنجاي، ممكن مثلا الاقي حاجات كتير قوي في الايه، بارازايت كده يعني. تمام. برده بشوف حاجه مهمه جدا برده في الاورال اكزام، اللي هو الكوانا، سقف البق. شايفين الحته اللي تحت دي خالص اللي هي واسعه دي مفتوحه شويه، دي حاجه بقول عليها انفندبلم كليفت. تمام. الكليفت ده لو وسع اكتر من كده وحصل دايليتيشن اكتر من كده، افكر على طول في مشكله في الساينس بتاعه، عنده حاجه اسمها ساينسايتس، التهاب يعني في الساينس، بارانيزال ساينس بمعنى اصح. تمام. فبشوف الانفادوبلم كليفت ده. تمام. ده بالنسبه للاورال اكزام، يبقى اشوف الكليفت ده وبشوف الايه، بشوف فيه فانجاي او اي فطريات او كده. طبعا بفتح بالجاج، مش الجاج اللي هي الكبيره، لا اللي هي بتاعت البيت بيرد الصغيره. تمام. نشوف بعد كده الليك اند فيت. تمام. ابدا اعمله الاول ريفليكشن واكستنشن، هل هو بيروح بيجي يروح يجي معايا ولا ايه، ولا في كسر في ورم. هي طبعا زي ما اخدت دلوقتي بامب الفوت اللي هي بقول عليها بيو درماتايت، دي سببها ايه، مثلا نتيجه ان البرش بتاعته، هبص على القفص كده وانا قاعده هلاقيها ناعمه. تمام. ففي مشكله في البرش، او مش بس كده، ممكن تكون تغذيه يعني، ناقص مثلا فيتامين دي 3، فيتامين اي، ناقص مثلا كالسيوم، زياده فات وهكذا. فمش بس، ممكن تكون البرش ده في الدايت كمان. تمام. بشوف ورم، بشوف في مثلا تراكم في املاح زايده عنده، ففي تراكم يوريك اسيد في الفيد، زي ما قلت في الكومن كيز دلوقتي، فاعرف ان هو عنده مشكله، عنده نقرس. تمام. الحاجات دي كلها في صبع زياده ولا حاجه كده يعني. تمام. بشوف العين بتاعه. تمام. الطبيعي العين يا جماعه بتكون برايت وكلير. تمام. ده الطبيعي بتاعها، غير كده يبقى في مشكله. تمام. بمناسبه العين، بس هقولكم في الاخر عشان بس الشريحه بعديها لسه، في الودان بتاعه برده بشوف مثلا في ارمايت، حشرات، مش عارفه ايه، بجيب الاندوسكوب بشوف الملك ميمبرين.
تمام، اشوفه طبيعي بيكون يا ربي بيكون كونفكس تمام، على عكس الممز بيكون كونكيف تمام، فلو غير كده في مشكله اصلا. حلو. طيب بالنسبه للاي اللي عايزه اقوله لكم، في الاي هو الايرز بتاعته دي ممكن اضيفها في الايجنج برضو، ان انا احدد العمر من خلال الايرز، اللي فوق ده العمر الصغير واللي تحت ده العمر الكبير. قال لي هو بيتولد بدارك ايرز، بتكون غامقه شويه، كل ما بيكبر في السن كل ما بايه بيبقى برايت، بيلمع شويه تمام. نيجي مثلا على في حاله الكوكوتايز دي مش موجوده، بمعنى في الفيميل بيبقى دارك وبعد كده برايت، الميل لا تفضل زي ما هي، فدي ممكن نضيفها حاجه اضافيه في الكوكوتايز في السكسنج، ان هو ايه بيفضل زي ما هو دارك على طول، سواء عمر صغير او عمر كبير، لكن في الفيميل لا دارك وبعد كده برايت، فدي ممكن تضيفها يعني في ايجنج سكسنج في الاول تمام. ده من خلال ايرز. حاجه برضو مهمه زي ما انا او في الميوكس امبرين بتاع الواقع تمام، بتشوف الميوكس امبرين الطبيعي ان هو بيكون بينك وكلير وسموث تمام، غير كده يبقى في مشكله، بس قلت لكم لو حصل انلارجمنت لكل واقع دي حاجه عاديه يا جماعه، ده موسم تزاوج عادي جدا تمام. طيب ده بالنسبه للفيزيكال اكزامينشن كده، خلصنا الدياجنوستيك بيراميد تمام، بالثلاث اضلاع بتوع بكل حاجه تمام. قريت بس 5 دقائق، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في الشات، في الاخر هنحاول يعني نجاوب عليه تمام. قريت بس 5 دقائق. خلاص تمام تمام يا دكتوره سلمى. نكمل بقى يا جماعه عشان بس فاضل بس جزء بسيط خالص ونخلص بقى تمام. في شويه حاجات ممكن تعرفها يعني، دي حاجات اللي هو بتيجي من الخبره وكده تمام. لو مثلا زي الصوره اللي قدامك كده، عنده فتح بقه في بانتنج تمام، بيحاول يتنفس، اقدر اخمن يعني مثلا عنده وسواس حراري او في مشكله في التنفس تمام. غير طبعا كارديو باسكولار، لو قست الهارت ريت بتاعه تمام هلاقيه عالي شويه عن النورمال، فاعرف ان في مشكله هنا يعني تمام. او حاجات كتير برضو الاسبينيا دي يا جماعه برضو بتكون من اعراض فيروس اللي هو نيوكاسل، في حاجات كتير يعني، طبعا نيوكاسل بيؤثر برضو على الجهاز التنفسي تمام، فانا اقدر احدد ان في مشكله في كذا، فخمن بقى هو فيروس ولا بكتيريا ولا مشكله عاديه ولا ايه، ولا حر ولا ايه كده يعني تمام. لو في برضو مشكله في الجهاز العصبي، طبعا برضو نيوكاسل بيؤثر بشكل كبير قوي على الجهاز العصبي تمام. فبأعراض عصبيه زي حاجه اسمها تورتيكولس في نيوكاسل تمام، بيبقى رافع رقبته لفوق كده، او عنده خمول خالص واللي هو نايم على الارض، دي برضو مشكله في الجهاز العصبي تمام. في بقى حاجه اسمها الفيكال اكزامينشن، طبعا من خلال لون الفيز اقدر احدد اي مشكله، ممكن تحدد برضو اي مشكله بالظبط تمام. مثلا عندي حاجه اسمها مال اودرز دروبنج، اللي هو بتكون الريحه وحشه قوي، في مثلا مشكله في البكتيريا او فانجاي او كده تمام. الريت دروبنج او بسميها بوب كورن ستول، اللي هي بتبقى عامله زي ايه كور كده مليء خلاص،
دي بقول مثلا في مشكله حاجه اسمها جراديزس، دي عباره عن طفيل، هنتكلم عنه بالتفصيل برضو باذن الله في البارز ديزيز، تمام؟ فاقدر اخمن هو كده، تمام. جرينيوريتس دي مشكله في الليفر، تمام. عندي مثلا يوليوريتس اللي هي العصاره اللي هو بتاع يربي لونه اليورين بتاعه اصفر مثلا فينا العصاره زايده، البيليروبين زايده، تمام. او انوركسيا مش بياكل اصلا، فقدان شهيه خالص، تمام، فبتبقى يوليوريت. بينك او ريديوريت، تمام، زي ما شايفين في الصوره كده اهي، ده نتيجه مشكله اصلا في الكدني، فالهيموجلوبين عدى اصلا من الجلوميرولاي نزل في اليورين، تمام، فدي برده مشكله ممكن احب اخمنها. برده اللي هو البينك تو براون، بس في حالات معينه زي في بيرتس معينه زي الامازون او الاليكتاس او الجلس، تمام، بلاقي اللي هو لونه بينك تو براون، تمام، ده نتيجه تسمم، تمام. دي ممكن تضيفها كمان في الهيبي ميتال توكسيستي، قلت لكم ان في بوليوريا مع اللون ده بس في الطيور دي بس يعني، تمام. تسمم. عندي مثلا اورنج يوريت، ده نتيجه انت اصلا بتستخدم حاجات صناعيه كتير في الدايت بتاعه، باذن الله برضو هنتكلم ايه المسموح ايه الممنوع، تمام. او فيتامين بي كتير في الدايت فعمل لي لون الاورنج يوريت ده، تمام. سيك او باست اللي هي ما فيش ميه ناشفه كده، ده نتيجه جفاف او كده، فبعلق محاليلي، تمام. ده بالنسبه للفيزيس يعني او الفيكال اكزاميشن. طبعا بقيس الوزن، طبعا قلت لك عندكم ميزانه حاجتين، اول حاجه انا قلت لكم ان كل سبيشيز بيكون ليه وزن معين لا يزيد ولا يقل، لو زاد عن كده بيعمل لي سمنه، لو قل عن كده بيعمل لي مثلا اعرف في مثلا ديدان او مش عارف ايه كده يعني، تمام. ده بالنسبه للويننج، تمام. غير طبعا انا بقول لكم بوزن ليه عشان اقدر اكتب الروشته واكتب العلاج والجرعه، لازم احدد الوزن، فبالتالي اقدر احدد يعني، تمام. ده بالنسبه للوزن. السماعات طبعا حضرتك يكون عندك سماعه، تمام. النورمال هارت ريت في البيردز عامه بتبقى حوالي 282 بيت بير مينيت، تمام. لو زادت عن كده يبقى عنده مثلا تيكي كارديا او قلت بريدي كارديا وهكذا، تمام. معدل التنفس طبعا كل ما الحجم كبر كل ما الايه معدل التنفس قل، فاجي مثلا في اللي هو الحجم اللي هو ايه لحد 300 جرام يبقى مثلا حوالي 30 60 ايه في الدقيقه، تمام. اجي مثلا للحجم الكبير شويه اللي هو 400 ايه 1000 جرام، لا ده بيقل شويه 15 ايه في 30 بير منت، تمام. فكل ما الحجم كبر كل معدل التنفس بتاعي قل، تمام. عندي بعد كده الحراره، طبعا الفراخ او البولتري العادي او اللي هو البيت بيرد ما ينفعش اقيس بالزئبقي، لان الزئبقي تقريبا اخره 42 حاجه زي كده، لكن هنا بتعدي اصلا من حوالي 65 80 درجه فارنهايت، فبالتالي ما ينفعش اقيس بالزئبقي، بقيس بالديجيتال، تمام. فلازم تكون عارف الحته دي، تمام. الصور دي يعني انا ممكن من غير ما اقيس الحراره من شكل البيرد بتاعي اعرف هو حران ولا سقعان، تمام. دايما في الحته اللي هي دي بتلاقي دايما هو حران، رافلنج يعني الفيزر بتاعه بعيد عن جسمه خالص، فاتح اللي هو عامل زي بانتنج بيحاول يتنفس، تمام، حران. لكن تيجي مثلا عند واحد سقعان، لا ده هو الفيزر بتاعه زي ما شايفين كده لموا على بعضه، تمام. الهيد بتاعته تكون داون تحت، اعرف ان هو كولد تمبريتشر، تمام. فبرده من خلال الاوبزرفيشن بتاعي اقدر احدد الحراره إيه عاليه ولا ايه، تمام. بالنسبه للكنترول بتاعك وازاي تتعامل معاه في العياده يا جماعه، بصوا هو لو كويس معاه هو عامه لازم تتكلموا بصوت حنين كده فريندلي فويس والكلام ده، تمام. بس هتتعب قوي بقى لو هو ايه شخص مش او بيرد مش سوشيال، مش بيتعامل مع اي حد بسهوله الا الاونر بتاعه، تمام. فاضطر تجيب له حاجه اسمها التاول زي الفوطه كده بتلفها عليه وابدا اعمل له فحص، تمام. طب لو انا همسكه ازاي؟ طبعا في حاجه اسمها التيمبرو مانديبلر جوينت، ده عباره عن مفصل بيربط اللي هو في عظمه اسمها في السكال اسمها تيمبرال بون، تمام. المهم يعني دي عباره عن ايه بيربط اللي هو الجوينت، بيربط الفك السفلي، تمام، بالايه بالسكال او الفك بتاعه بالسكال او العظمه دي في السكال يعني، تمام. فاجي احط الايه الاندكس بتاعي والصم، تمام، حوالين الحته دي اللي هو على جانبي الرقبه وخلاص ريح نفسك، تمام. وبقيه الايد الثانيه عند الجسم من تحت وابدا ايه اعمل له فحص بالطريقه اللي انتم شايفينها في الصوره دي. فانا اجيب الصم والاندكس من عند جانبي الرقبه، تمام، عند الجوينت قلت لكم عليه اللي هو تيمرو مانديبلر، وبقيه الايد ايه تحت عند الرجل تحت بقى وعلى البطن على حسب التشخيص هيبقى فين بالظبط، حلو كده، تمام. لكن بس واهم حاجه قلت لكم زي ما قلت لكم لازم هاندلنج صوت كويس، صوت فريندلي كده عشان ما يخافش منك، تمام. بالنسبه للحقن يا جماعه، الحقن طبعا عندي وريد او عضل او تحت الجلد، تمام. لو هتحقن وريد يبقى تيجي عند الرقبه اللي هو رايت جاجلر فين، هوريكم الصوره اللي هو هنا ده اهوت رايت جاجلر فين، تمام. لو حجم كبير شويه يستحسن ان انت تحقنه في الرجل في فين اسمه ميديال ميتاتارسال فين، برده في الصوره اللي بعدها هوريكم الصور. لو هتحقن عضل في عضله الصدر، تمام، زي ما انتم شايفين كده. لو هتحقن تحت الجلد بجيب فولد من حاجه اسمها انجوينا ريجو، هوريكم صور ليه هو دلوقتي،
اه يا جماعه دي طبعا عضله الصدر اهي بكتيرياليز ماسل، تمام؟ ده لو حاقن عضل، تمام؟ لو هتحقن بقى وريد بحقن في رايت جاجولار فين، تمام؟ لو حجم كبير شويه اجي عند الرجل كده واحقن ايه ميديال انترترسال فين. تحت الجلد بقى يا جماعه بجيب فولد فيه سكن كده او فولد كده بيربط اللي هو الرجل بالايه بالجسم، شايفين هو ده الانجواينر، باخد فولد منها واحقن ايه تحت الجلد. حلو كده، يبقى انا كده عرفت الحقن انواعه، سواء عضل بحقن فين او وريد بحقن فين او تحت الجلد بحقن فين، تمام؟ ندخل بعد كده على ال بس كده، تمام؟ تمام. فانا لو وريد بحقن في الجاجولار فين تاني في الرايت جاجولار فين، تمام؟ لو هتحقن في الرجل او حجم لو حجمه كبير شويه لارج بريد شويه بحقن في الميديال ميتارسال لانه بيكون واضح شويه فيه. لو انا هحقن عضل بحقن في البكتيريال ماسل، لو في الرجل لو تحت الجلد باخد فولد من اللي في فولد بيربط الرجل بالجسم باخد فولد واقوم حقنه تحت الجلد على طول، تمام؟ طيب كده يعتبر تمام الدياجنوزس، يعني على قد ما نقدر حاولنا نوصله، تمام؟ اتكلم بقى دلوقتي على كومون كيزز، ايه الحالات اللي هي مشهوره قوي اللي بتجيلك العياده او صورها على الاقل يعني، تمام؟ طبعا ده بيجيلك الفيزر بالمنظر ده في هنا لايسس، تمام؟ تعرف ان هو عنده مشكله بيجيلك طبعا ما بياكلش مش عارف ايه، تعرف تفكر في الموضوع ده، تمام؟ دي يا جماعه اللي قلت لكم على بامب الفوت دي سببها، يا اما حضرتك البيرشز ناعمه، هتبص هتعمل ديستنت اكزامينشن وانت قاعد هتلاقي البيرشز ناعمه اصلا، تمام؟ او نقص في مشكله في الدايت، تيجي مثلا نقص فيتامين اي او دي 3 او بايتين او نقص كالسيوم او زياده دهون او كده فعمل المنظر ده، تمام؟ زي ما انتم شايفينه كده، ده بامب الفوت او قول عليها بودو درماتايت، التهاب في الديرمز، تمام؟ نيجي بعد كده برضه دي حاله ادفانسد شويه في البامب الفوت، المنظر ده تمام متقدمه شويه او كرونيك بقى لها كتير، تمام. نيجي بعد كده على ده عباره عن ده اللي قلت لكم عليه اللي هو بيبقى فيه سويلنج في السير اللي هو فوق المنقار، تمام؟ بيكون ده السير يا جماعه بيكون فيه تونس تريزوت اللي هو النوز بتاعته، تمام؟ بتلاقي فيه ورم هنا، ده يا اما نتيجه بكتيريا او فيروس او مشكله في الدايت فات كتير او كده، بس الاول حاجه الوحيده اللي بتعالجك انك تحسن الدايت يعني، تمام؟ دي كانت مشكله شفتها قبل كده يعني، تمام؟ ده بالنسبه طبعا في فانجاي انفكشن او كده بتجيب طبقه دي الجاجه اهي بيفتح البق فيه طبعا فطريات او كده او والكلام ده او فانجاي، فبيبقى برده ناقص اكل ومش عارفه ايه يعني، الشقه بتكون هو ما بياكلش، تمام؟ دي طبعا الهيرنيا الفتاه اللي هو قلت لكم بيحصل ديستنشن لبره مش لجوه، تمام؟ فتعرف ان في هيرنيا طبعا محتاجه تدخل جراحه هنا وتقلل طبعا فاتله الاكل والكلام ده كله. دي يا جماعه استرنال ألسر، تمام؟ قرحه في الاسترنم دي نتيجه ان بيبقى دايما في اللي هو لارج بريد نتيجه ان هو الكيج السطح بتاعه خشن، تعمل حاجه اسمها استرنال ألسر مشهوره جدا في اللارج بريد نتيجه ايه يا جماعه؟ نتيجه حضرتك الكيج بتاعه راف سيرفيس، حاول تظبط الدنيا في الايه في القفص بتاعه يعني، تمام؟ نيجي مثلا على النيلز بتلاقيها سيك شويه سميكه كده، ده مشكله نتيجه فات كتير في الدايت فبالتالي عمل المنظر ده، فحضرتك قلل الفات في الدايت بس ما بيقول عليها سيك نيلز، تمام؟ انتوا شايفين كده اللي هو جامد قوي او كبير في السن ممكن عادي يعني، تمام؟ ده يا جماعه الجو الطفولي ده عباره عن زي ما قلت لكم نقرس، تمام؟ نتيجه اللي هو في املاح كتير او كده فاليوريك اسيد تراكم في الايه في الجوينت بتاعت الفيت بتاعته فعمل زي بابلز كده، تمام؟ ده نقرس في الايه في البيت بير، تمام؟ بقول على الجو الطفولي، تمام؟ بيبقى المنظر ده في الفيت يعني نتيجه ان ايه في املاح كتير او كده فعمل يوريك اسيد تراكم ومش عارفه ايه، فانت ظبط الموضوع ده وده تشوف تشخيصك، تمام؟ إيه في حاجه اسمها يا جماعه قبل ما نشوف ديت اللي هي الاكيوميشن بتاع الفات نتيجه المنظر ده كده مش ورا حاجه، ده عباره عن دهون كتير فتراكمت. طب اعرف ازاي انها دهون مش حاجه ثانيه؟ بتقوم جايب حاجه كحول المنظر ده كده بتجيب كحول، تمام؟ فلما تحط كحول طبعا الكحول ده سولفنج للفات، تمام؟ بيدوب الدهون بتاعتك، تمام؟ فلما بيدوب الدهون يا جماعه عشان تتاكد بتلاقي حصل للجناح للطائر ايماسيشن، هتلاقي العضله صدره باين اصلا، عضلات صدره بتاعته بانت زي في الصوره دي كده، فتعرف ان هو ده عباره عن فات نتيجه كده ان هو داب وبالتالي ايه بقى بالمنظر حصل ايماسيشن بالمنظر ده، تمام؟ فدي يا جماعه حاله عاديه فات اكيوميشن، حضرتك بس هتظبط بس الدايت مش اكتر، تمام؟ تاكد ازاي؟ يكون عندك ازازه كحول تقوم حاططها الفات هيدوب منك وهيبقى بالمنظر ده، حلو كده؟ طيب طبعا ده حاله طبعا زي ما قلت لكم ده مشهور قوي في الامازون برضه، تمام؟ بتلاقي عنده التهاب في العين، ده برضه نتيجه اما مشكله بكتيريا او كده، بس معظمها بتكون مال نيتريشن نتيجه نقص فيتامين كي او كده، فابدا اظبط الايه الفيتامين كي والسورس بتاعته في الايه في الدايت بتاعه، تمام؟
ده مشكلة يا جماعة، بتلاقي فيه فات كتير في اليورين بتاعه، في الديفيكيشن بتاعه يعني، ومفيش يورين كتير، مفيش مية كتير. سوري يا ربي، ما يبقى سوري، يبقى يورين مع فات يا ربي. تمام، ده نتيجة مشكلة سيفير كدني ديزيز، مش بس كدني، لا ده سيفير، حالة يعني كرونيك شوية، بتلاقي كده فات كتير كده في الديفيكيشن بتاعه ويورين كتير. تمام، بقول عليها بوليوريتس مع الفات يعني. تمام، دي حاجة ممكن تضيفها برضو في الفيكال اكزامينشن. مشكلة الاكباوند يا جماعة، دي مشكلة مشهورة قوي. تمام، بيبقى زوها كتير، بس ايه اعراضها؟ دايما بتلاقي الطائر مش عارف ياخد نفسه، وبيحاول يتنفس بصعوبة. تمام، تاني حاجة بتبص عند البوتوم بتاعه كده، بتلاقي فيه انلارجمنت، نتيجة البيضة محبوسة فعلا جوه، زي ما قلت لكم اصلا نتيجة ان حصل. لو هتيجي دايما بتبص عند الابدومن ولقيت الديستنشن اللي جوه، تفكر على طول في الاكباوند، دي البيضة لسه جوه. تمام، دي مشكلتها ايه حضرتك؟ الطائر عشان او البيت بيرد عشان يطير، لازم من عمر 5 سنين لحد فوق 10 سنين بقى. تمام، هو اللايف سبان بتوصل 10 سنين عادي، زي البرد كده، الببغاء. تمام، فانت عندك فالعمر من 5 سنين لحد فوق 10 سنين. تمام، في العمر ده ليه قلت العمر ده؟ لان في العمر ده بيحصل فول ديفلوبمنت للتراكتر، اللي هو الريبرودكتيف تراكت، تكون كامله وكل حاجه، انت تقدر تبيض عادي. لكن حضرتك مثلا هو بط في عمر لسه، اللي هو لسه ما حصلهاش الفول ديفلوبمنت بتاعها، فعمل لسه ايه، عمل اكباوند او بيسميها اكبايند عادي، اكبايندنج. تمام، إيه ناقص مثلا دايت معينه، مش عارفه ايه، اي مثلا مشكله مثلا في او في ديس فانكشن في التراكت اصلا، او في السيستم نفسه، الريبرودكتيف سيستم. ده نتيجه مثلا عندي، لما هناخد ان شاء الله في الفيرال ديزيز كورونا اللي بتصيب البيت بيرد. الكورونا طبعا انواع، الفا وبيتا وجاما، هنتكلم عنها بالتفصيل بقى في الفايرال ديزيز سيشن لوحده، هقول لكم كل نوع بيصيب ايه. تمام، فالكورونا من اعراضها بتعمل او بتاثر على الريبرودكتيف سيستم، بتعمل حاجه اسمها ايج باوند. تمام، وحاجات تانية برده، حاجه اسمها ايج بروتونايتس بتعملها برده كورونا. ايج بروتونايتس دي يا جماعه، بتلاقي ان اليوك اتكونت، تمام، الطائر بيعملها ري ابسوربشن تاني، يمتصها تاني، ما بيطلعهاش بقى، وما بيتكونش قلبي من الاول، يقف عند اليوك وخلاص، يحصل له ري ابسوربشن تاني. فباليوك الموجوده في الجسم ده بيكون اصلا وسط مناسب لنمو البكتيريا والفنجات. تمام، فدي مشكله بيعملها ايه، اللي هو الكورونا باذن الله هنتكلم عنها يعني بالتفصيل في السيشنز لوحدها. تمام، طيب اجي مثلا على برضو ايه اسباب الايج باوند. قلت لكم مثلا نقص مثلا كالسيوم في الدايت، او نقص في نترنت معينه في الدايت. تمام، ممكن كبير في السن، كبر خلاص اللي هو معجز يعني. تمام، زي ما قلت لكم لسه صغير في السن، حاجات كتير قوي ممكن تعمل لي ايه المشكله دي. ممكن تكون اصلا ايجيوك دبل ايجيوك، يعني اتنين مع بعض، فصعب قوي انها تنزل من التراك. تمام، تكون بالمنظر ده، بقول على ايج باوند او ايج بايند. تمام، على حسب الاعراض اللي ظاهره عندك، بتقدر تبدا ايه تعالج الاعراض اللي ظاهره يعني، وان شاء الله تتحل وتنزل البيضه يعني. تمام، او تستنى شويه لما تكبر، على حسب الايه الاعراض اللي بتظهر لك يعني، على حسب الشكل. تمام، فبس في اعراضها ان هو بتلاقي فيه البوتوم حصل له انلارجمنت ومش عارف ياخد نفسه، ابدا افكر في الاكباوند دي. تمام، اسبابها ممكن تظبط الدايت بتاعك، طب استنى عمرها قد ايه، طب مش عارف ايه، على حسب بقى زي ما قلت لكم الهيستوري، وهيستوري تاخدوه كويس قوي، كل كلمه هتفيدكم، وان شاء الله تبداوا تظبطوا ايه التشخيص بتاعكم. تمام، طيب دي بقى حاله البي بي اف دي، الفيروس بقول عليه سيركو فيروس، او بقول عليه بالتيكيان بيك اند فيزر ديز فيروس. زي ما انتم شايفين الالوان اللي هو الجرين والبلو والوايت واليلو. تمام، بيبقى اربع الوان مع بعض، ببدا افكر في الايه في الفيروس ده، حاجه كاركترستيك قوي. من اعراض الفيروس برده ان هو بيعمل حاجه اسمها الانجيشن للبيك، ولكن الكاركترستيك ليه واللي اقدر اميزها عن البكتيريا اللي انا قلت لكم عليها بتاعت الهدهد، هو ايه، هو الالوان دي اللي هو اليلو والجرين والبلو والوايت. حاله مهمه جدا وبتيجي. هتقولي مثلا هو الطائر هيحصل له تغير لون، في اصلا امراض معينه اسمها كلر ميوتيشن. تمام، نتيجه مثلا انفايرمنتال كونديشن، نتيجه مثلا بكتيريا او فيروس. تمام، ففي حاجه في امراض لوحدها اسمها كده اصلا، ففعلا الطائر ممكن يجي ويغير لون، حاجه طبيعيه لو اتغير يعني. تمام، ثانك يو فور ليسننج، وكده تقريبا السيشن خلص، وكده حاولت اجمع ايه يعني اهم الحاجات في التشخيص. ايه بتمنى تكونوا استفدتوا، لو حد عنده اي سؤال اكتبه في الشات. وصلت تمام، فصل.
هي الدكتورة سلمى يا جماعة معلش في مشكلة باينة عندها في النت، فين والله يعني، هي بس بتدخل على طول يعني. اسفه شباب، بس معيش مشكله في النت، معتذر جدا والله. هكمل قرايه الاسئله اهو. كان في سؤال قبل ما اطلع، كان تقريبا ايه الكتب يا جماعه؟ باذن الله هجمعها مع الداتا.
بتاعت السيشن النهارده وهبعتها لكم على الجروب الخاص بالكورس يعني. تمام، شوف بس بقيه الاسئله. بالنسبه اللي هو الالتهاب، اللي هو التهاب العين يعني، ده نقص فيتامين كي، تمام، لان هو اصلا مسؤول عن التجلط او كده، فبيسبب سيو، لو نقصه بيعمل سيوله في الدم فبينزل ايه نزيف ده يعني، او يحصل التهاب. تمام، بالنسبه للسكني اعرف افرق انها عمر ولا لا؟ حضرتك هتساله، لو قال لك عمره كبير هخمن انها اصلا عاليه عن العمر، لكن لو عمره صغير وحصل له سيكنيلز خلاص يعني اوريدي على طول انها ايه، انها زياده دهون في الاكل او كده يعني. تمام، سؤال بعد كده، كيف بفرق بين الفيميل والميل عن طريق البلفس؟ كم المسافه تقريبا للذكر وبس تزيد عن كم مصير نقول هادي انثى؟ بص، او بصي، هو مفيش مسافه بالظبط يعني، بس ما تكونش كبيره قوي، لو كانت كبيره قوي عن اللازم تمام يبقى واسعه، تبقى واضحه اصلا قدامي، فاهمه؟ لو وايد قوي هتبقى فيميل، لو نارو يبقى ايه فيميل، تمام، هتكون واضحه اصلا يعني، انت هتبصي على المسافه هل هي دي تنفع تنزل بيضه ولا لا. تمام، بس بالظبط ايه ما اعرفش صراحه، بس ممكن اشوف السؤال ده واجيبه لك. تمام، لكن تشوفي كده زي ما قلت لك هينفع البيضه تمشي من هنا ولا لا. السؤال بعد كده، درجه الحراره ممكن تتقاس ازاي والطبيعي كام؟ معلش ما خدتش بالي. تمام، درجه الحراره بقيسها بالديجيتال، تمام، طبعا نسيت اقول الحته دي، بقيسها عن طريق الريكتم، تمام، من ورا ما عندك الواقع يعني ورا كده. بالنسبه للحراره الطبيعيه حوالي 80 فهرنهايت، تمام، لو زادت عن كده بتبقى مشكله، حراره عاليه او قلت يبقى خلاص، او من خلال الاوبزرفيشن بتاعي بقدر احدد يعني. تمام، زي ما قلت لكم اللي هو بلاقي ريشه بعيد عن جسمه، او مثلا بلاقيه فاتح بقه بيعمل باندنج او كده يعني. تمام، لكن لو ريشه بيحاول ان هو يعمل يعني على بعضه كده، او الهيد بتاعته لتحت بيحاول ينام زي ما شفت الصور، يبقى على طول مشكله في او في مثلا حراره ايه منخفضه، تمام، كولد يعني. تمام، لكن بقيسها ازاي؟ عن طريق الديجيتال، تمام، والطبيعي اللي هو توصل ل 80 درجه عادي، 80 فهرنهايت. تمام، السؤال بعد كده، في الايج باوند لو الطائر لسه سنه صغير وحصل التبويض والبيضه شبه اتكونت وفي مشاكل انها محبوسه، اتصرف ازاي؟ في الايج باوند لو الطائر لسه سنه صغير يعني وحصل التبويض والبيضه شبه اتكونت وفي مشاكل انها محبوسه، اتصرف ازاي؟ بص، هنا هتبدا تظبط الدايت بتاعه، تمام، وهتاخد وقت على ما تنزل برضو يعني، هو تستنى شويه عليه وهتبدا تظبط الدايت ومش عارفه ايه والكلام ده، فهتنزل ان شاء الله يعني. تمام، بس ركز على الدايت يعني والكالسيوم مش عارفه ايه الحاجات دي. تمام، ازاي فرق؟ قلت السؤال ده ماشي. I didn't understand how to locate the infundibulum and how to know it's normal or not and what does it reveal. بص هوريك الصورة تاني، ثواني هفتح لك الشير تاني وهوريك الصورة عشان أوضح لك الموضوع. ثواني داونلود. هوريك بس صورة الكليفت. هو الفكرة انك لازم تجيبي في الامتحان اللي بينزله ده اعلى من 80% عشان تتنقلي للمرحلة الثانية. يبعت حاجات ثانية. السؤال بتاع الكريفت، بص هو ده الكريفت اللي هو تحت خالص ده، تمام، في سقف البق، بجيب البيرد واشوف سقف البق بتاعه، لو حصل فيه دايليتيشن عن كده واسع قوي عن كده بعرف ان في مشكله في الساينس بتاعه، خاصة بره نيزل ساينس، التهاب في الساينس يعني، تمام، اللي هو ساينسايتس، بس فهو بس بعرف من الدايليتيشن بتاعه، هو ده اللي هو الحته اللي هي المفتوحه قوي دي، لو دايليتيشن عن كده اوفر عن كده يبقى خلاص في مشكله في الساينس بتاعه. تمام، ده سؤال. السؤال بعد كده تقريبا خلاص، تقريبا كده خلاص، لو حد عنده اي اسئله تانية اتفضل يكتبها، او لو حد ما وصلتش المعلومه لسه في السؤال بتاعه يقول لي التاني.
احنا بصوا يا جماعه احنا لمينا الكومون، يعني احنا في حاجه لو قعدت اتكلم على كورس بيت بيرد فعلا هاخد فعلا وقت كبير، بس عشان الوقت وعشان زوم وساعه واحده وكده فبنحاول على قد ما نقدر يعني. تمام، بس ان شاء الله تستفيدوا. يعني الانرجمنت اللي هو الانرجمنت يعني تضخم فيه حجمها كبير عن الطبيعي، ده الانرجمنت. لو بس كنت اجيب البرولابس بتكون طالعه لبره، بروتروجن بروتروج لبره خالص، واضحه قوي. اعرف على طول ان هو عنده في اللي هو في موسم التزاوج ده، لا سوري يا ربي دي بابلومه في ورم هنا، لكن حكايه الانرجمنت لا دي حاجه عاديه جدا في موسم التزاوج بتحصل مع البيت بيرد يعني. تمام. لو في سؤال محدش عارف يكتبه ويعمل ريس هاند ويتكلم بالمايك عادي. كده يعني اطمن كلكم تمام. خلاص كده يا عبد الرحيم ولا ايه؟ حد عنده اي استفسار تاني يا جماعة؟ هو تقريبا كده خلاص يا دكتور. في حد رفع ايده؟ طب افتح له المايك وخليه يتكلم. خلاص هو تقريبا كده دكتورة سلمى كله تمام يعني. لو في سؤال تاني او كده ممكن على شات الكورس وتكتبوه، واحنا نحاول نفتح لكم الشات يعني وتكتبوا اللي انتوا عايزينه. تمام لو كده خلاص تمام. شكرا يا دكتورة سلمى والله شكرا. مساء الخير عليكم يا دكاترة، إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب وأكتر. هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناة اليوتيوب.